قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، حلقة متميزة بعنوان القلق والأرق الروحي. وقد استضاف البرنامج عبر الهاتف الدكتور جلال فخوري والسيدة ماري حتر، فيما دار الحوار حول اضطرابات القلق المرضي وأن الصلاة والإيمان بالرجاء هما خير علاج للأرق، مع الإشارة إلى فرحة الكنيسة الجامعة بتنصيب غبطة البطريرك بيير باتيس باتسابالا كاردينالا في الكنيسة الكاثوليكية. فإلى هناك بارك لهذا المنصب الجديد، نبارك لكنيستنا كنيسة الكاثوليكية كنيسة اللاتين والأخص، ومنبارك لغبطة البطريرك بيير باتيستا المنصب الكاردينالية، وإن شاء الله في له برنامج لاستقباله في الأراضي المقدسة دخول القدس والناصرة وبيت جالة وبيت لحم والأردن أيضا أكيد. إن شاء الله خلال فترة شهر 10 والنور سات جاهزة، طبعا النور سات جاهزة، النور سات طبعا نقلت القداس الاحتفالي مع قداسة البابا على الهواء مباشرة، وأيضا نقلت القداس الأول لغبطته في أروما. بالنسبة لموضوع القلق، أحيانا كثيرة نحن بواجهنا بحياتنا الروحية والحياتنا اليومية مثل ما ذكرنا بالحلقة الماضية هذا الخوف، والخوف هذا بيأثر علينا جسديا. طبعا دكتورة كانت ليندا أبو جابر مشكورة حكت لنا عن التغيرات اللي بتصير بجسم الإنسان وإفرازات الأدرينالين، التنفس المتقطع السريع، وشعور تبع شعور الاختناق إلى آخره، وبصاحب الخوف طبعا القلق. القلق أيضا هو حالة مرضية بتأثر كمان على جسم الإنسان. الإنسان بيشعر حاله غرقان، رح يغرق، يغرق بهمومه، يغرق بالمصاعب تبعته، مش رح يقدر يتجاوزها، مش رح يقدر يسيطر عليها، بيصيبه قلق إنه هل أنا ماشي صح، هل أنا بشغلي صح، هل أنا بروحيا صح، هل أنا عم بمارس حياتي وممارساتي الدينية بشكل مرضي، هل ربنا راضي عني أو مش راضي عني. هذه حالة القلق من الشغل، من العيلة، من الأولاد، من الكنيسة، من الحياة الذاتية، هل عم بحقق ذاتي أو ما حقق ذاتي، مش عم بعمل إشي بهاي الحياة، أنا حاسس حالي عم بموت. وفي ناس كتير أكيد أبونا بيجوك ناس يقول لك يا أبونا أنا حاسس إني عم بموت أو أنا مش قادر أعيش بهاي الحياة. فهذه المشاعر كلياتها هذه مشاعر طبيعية، يعني إحنا ما بدنا تخافوا من هذه المشاعر، بالعكس هذه المشاعر مشاعر القلق ومشاعر الخوف لما بتنتابك ولما بتصيبك، بتصيبك الهواجس، بتصيبك الأحلام المزعجة، بتبطل تعرف تقدر تنام ولا تمشي بهالحياة ولا تشتغل منيح، ولا حتى الأم بتراعي بيتها مش قادرة، الأولاد بتعصب عليهم، بتعصب على زوجها أو الزوج بعصب على عيلته، بيعصب على أولاده. حالة القلق اللي عم نعيش فيها في هذا المجتمع، مجتمع متغير فيه تحديات كتيرة، فيه مصاعب كتيرة. إحنا يعني اللي مر علينا من خلال 2020 لا 22 23 مش سهل على الإنسان اللي كان عايش الحياة الطبيعية. نعم. مع المتغيرات، اللوك داون اللي صار، الأمراض، المطاعيم، وحاليا يعني الأمهات اللي عم بتعيش القلق من وراء موضوع المطاعيم. نعم. إنه يطعموا الحص بالأولادهم ولا ما يطعموا. نعم. يعني كتير تجينا تساؤلات يا دكتورة شو بالنسبة، شو وصلكم بالنسبة لموضوع المطاعيم هذا القلق اليومي يخلي الإنسان يشعر بالفتور الروحي أيضا، الفتور الجسدي، وبشعر. نعم. حياته عم تنتهي. متى بصير القلق؟ القلق بصير هو ناتج من عند توقعات مريبة، توقعات فيها شكوك، توقعات مخيفة من أحداث ناتجة إما عن أفعال أنا ارتكبتها وخايف من نتائجها، وإما أحداث أنا قدمت مجهود فيها وأنتظر نتيجة تعبي.
سواء امتحان، سواء فحوصات طبية، فحوصات عمل، علاقات اجتماعية، خطبة، زواج، أي أمور. فإذا مصدر القلق بداية بيكون من مصدرين، يا إما أفعال خاطئة أنا عملتها وخايف تنكشف، خايف يصير في معي مشاكل، بتسبب إلي تزاحم أفكار ماذا سيحدث في حالة أنه انكشف هذا الأمر. ومن ناحية أخرى هي أشياء أنا تعبت فيها واشتغل بدي نتيجة، عم بتعب، عم بفكر أنه إذا طيب أنا اللي عملته ما قدرته الدكتورة، إذا أنا اللي عملته هنا، طب أنا معقول أنا راح أتعب هذا كله وما في نتيجة، طب أنا الجهد اللي عملته أنا كلياته ما له قيمة. هاي كلها الأفكار إذا تزاحمت بتسبب بالآخر لوين بتوصل؟ للأرق اللي هو اضطراب النوم. اللي هو الواحد بيصير من زخم القلق الداخلي التنفس عنده بتشنج عضلاته، فبيبطل يقدر ينام. واحنا بنعرف انه الانسان الطبيعي اللي بحاجه من 6 ل 8 ساعات نوم اذا ما اخذهم بينتج عنه سلوكيات خاطئه، سواقه بتكون مش مزبوطه، تعامله مع الناس بيعصب بسرعه، بيكون متضايق، بيكون قراراته غير سليمه، استرشاداته مع الاشخاص الغلط. هذا كلها من اسباب ايش؟ هي عدم الراحة النفسية، الطمأنينة، السكينة في الله. موضوع علم النفس أعرف بين الفرق بين الأرق والقلق. الأرق والقلق، نعم. القلق والأرق كلاهما حالة سيكوباتية تمر بالإنسان، فالأرق يدوم يعني زمن طويل، والقلق هو حالة وقتية تزول بزوال المؤثر، في حين إن الأرق حالة مستتبة وساكنة في الإنسان. نعم. وهي مقلقة للحياة ومنغصة للحياة، لأن الأرق يلازمها الخوف الدائم. نعم. وبالتالي هي شغلة طويلة زمنية، في حين أن القلق حالة يمكن علاجها بزوال المؤثر اللي أثرت عليه. نعم. هذا من ناحية، هذا من ناحية، من ناحية علم النفس. نعم. من ناحية المؤثرات على الناحيتين السلوكية والنفسية، يعني السيكولوجية والسلوكية، الناحية القلق قد يؤثر بشكل بسيط، بحيث انه الانسان يعني لا تدوم مع الحاله، و يعني هو بينتظر انه زوالها في الوقت اللي هو بده اياه، يعني قد تزول بالوقت اللي بده اياه. نعم. الارق لا يمكن يزول، لانه بصاحبه حالات نفسيه اخرى، مثل الحالات النفسية الأخرى، المرضى مثل الشيزوفرينيا والميزوفرينيا والأمور السيكوباتية النفسية. نعم. وهذا والأرق طبعا، والأرق بطبيعته أخطر من القلق. نعم. لأن القلق وقتي مثل ما حكينا، والأرق مزمن، والأرق زمني. نعم. هذا ناحية. نعم. الناحية الثانية، القلق قد يأتي خفيف. نعم. على الإنسان، قد يأتي خفيف على الإنسان بحيث إنه ما يأثر عليه نفسيا، في حين إنه الأرق لأنه بيلازمه كل العمر، فبيظل دائما مزعجه ومنغص عليه الحياة يعني، وإنه بيظل دائما يتخوف من المستقبل. نعم. يعني أنا بعرف القلق هو شيطنة الروح. نعم. يغتال الفرح والسلام في نفوسنا. حلو. نعم. ولكن التعريف العلمي هو مرض عصابي، انزعاج عصبي انفعالي يسقط كل هذه التناقضات في يعني على الجسد، فيصبح وجع واضطراب، ضيق بالتنفس، ضغط. ولكن يعني إذا إحنا كنا عقلاء، التركيز على القلق ومصادر القلق وعدم البحث عن الحلول هو ما يجعلنا ندخل في حالة من الشكوك والابتعاد عن الإيمان. يعني نركز حول المشكلة. نعم.
ولا نركز حول الحلول. نعم. فمواجهة الخطر يعني عدم حصر النفس في الحال اللي احنا بنعيشها وننسى كل شيء حولنا، يعني بنركز على السلبيات اللي هي مصدر القلق. يعني انا كأم بعيش كل نهار حياتي بالقلق على أولادي، على تعليمهم، على ماذا نحصل في هذه الحياة، على الغذاء، على يعني مصادر القلق والتحديات كثيرة حولنا. ولكن إذا إحنا يعني تمحورنا حول القلق فإحنا لا نخرج بسلام ولا نخرج بحلول لمثل هذه المشاكل، فينعكس على الجسد. يعني في الإنجيل المقدس ترددت كلمة لا تخف 365 مرة، فدع القلق وابدأ الحياة. فعندما نقول انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد وأبوكم في السماء يقوتها، يعني أليس نحن أفضل من هذه الطيور مثلا؟ فلماذا نطلب احتياجات العالم وننسى الاحتياجات اللي بتهبنا السلام وبتعزز فينا يعني حتى نخرج من القلق؟ أبونا والدكتورة الجميلة، يجب أن يكون لدينا مصالحة مع الذات، مصالحة مع الله. نعم. لأنه بدون هذه المصالحة إحنا بنتعب جسميا وروحيا ولن نحل، يعني لن نخرج بأي حلول لمثل هذه المشاكل.